بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم والحلقه الرابعه في مقدمات قصيره. والنهارده هنتكلم عن الريسبونسيف ديزاين، او ازاي اخلي الويب سايت بتاعي يقدر يتعرض بطريقه مناسبه لحجم او نوع الديفايس، يعني يكون الويب سايت ليه شكل على الديسكتوب غير شكله على التابلت غير شكله على الموبايل. تاني بسرعه، هي فكره المقدمات القصيره ان احنا بنقدم شرح ودليل عملي مبسط يخليك بس فاهم التكنولوجي دي ماشيه ازاي. والحلقه دي زي الحلقه اللي قبلها، الاربع حلقات لغايه دلوقتي مرتبطين ببعض، فيفضل ان انت تسمعهم بترتيبهم: جيت اتش تي ام ال سي اس اس وبعدين الريسبونسيف ديزاين. انا هشتغل بنفس الطريقه اللي اشتغلت بيها في المقدمه الاولى والثانيه والثالثه. انا هروح للسي ام دي، هعمل سويتش او تشينج دايركتوري على الدايركتوري اللي اسمه ستارت اللي فيه البروجكت بتاعي. هنشئ ملف نوعه HTML باستخدام تاتش. اللي مش فاهم انا بعمل ايه، دي اول حلقه، دي المقدمه القصيره اللي كان اسمها جيت. هنشئ ملف وليكن اسميه ريسبونسيف ديزاين RD دوت HTML، وهعمل ملف تاني برضه اسميه RD بس المره دي اخليه CSS. انا كده عندي ملفين، واحد HTML وواحد CSS، والاثنين فاضيين يعني للفولدر اللي اسمه ستارت. هلاقي فيه فعلا ملفين ظهر اهو، RD وده فاضي تماما، ويب بيج فاضيه، و RDSS وده كاسكيدد ستايل شيت، كاسكيدنج ستايل شيت. طيب انا هفتح سبليم تكست، ينفع تستخدم اي اديتور حتى لو النوت باد، وهفتح الملفين من اوبن فايل اوبن. الاثنين موجودين في نفس الفولدر اللي هو اسمه ستارت على السي، والاثنين فاضيين، يعني rd.html فاضي، ولو عملت فايل اوبن rd.css برضو فاضي. انا هقول له بس html، ولان ده اديتور فهو لوحده هيكتب لي المين تاجز من اول ديكو تايب لغايه الكلوز بتاع html. الصفحه هيكون عنوانها responsive design، هنخلي في البادي h1. تعالوا نجرب بس ان html كده مالي. انا هعمل ريفريش بعد ما اعمل سيف، ظهر ال h1 وال h2. تعالوا نضيف هنا css خاص ب h1، فزي ما اتعلمنا هكتب h1 وافتح كيرلي براكتس واقفله، وهكتب هنا وليكن color red، واكتب h2 برضو color red. كده الاثنين لونهم احمر. انا هعمل سيف، عملت سيف للاس اس. تعالوا نعمل اللينك، هاجي في الهيد واعمل لينك، لينك تاج نوعه ستايل شيت، واكتب بس اسم الملف اللي هو اسمه rd.css. كده يبقى هو جايب المعلومتين دول من ملف السي اس اس، كده يبقى العلاقه او اللينك اللي بين ال html وال css مظبوط. تعالوا نغير لون ال h2 لجرين، يبقى انا عندي h1 red و h2 وليكن بلو. تعالوا دلوقتي نتكلم عن الاستراتيجيز اللي ممكن استخدمها، الطرق اللي ممكن استخدمها علشان احول الصفحه بتاعتي لريسبونسيف ديزاين. انا عندي اربع طرق اساسيه: فيو بورد، ميديا كويري، فليكس بوكس، وجريد. تعالوا نبدا بالميديا كويري. انا هخلي الصفحه دي تتعامل مع عنصر من عناصر العرض. يعني ايه عنصر من عناصر العرض؟ ميديا هي كل ما يتعلق بعرض بالديسبلاي، بعرض الصفحه، مش عرضها اللي هو الويدث، عرضها اللي هو ديسبلاي، طريقه عرضها على الشاشه. فاقدر احدد شكل الصفحه بناء على معلومه خاصه بطريقه العرض. طب احنا ليه بنقول عرض من الشاشه؟ لان الطباعه طريقه بتروح العرض. فممكن اتحكم في محتوى الصفحه لما يكون الميديا بتاعي مثلا برنت. طيب تعالوا نخلي الخلفيه بتاعه الشاشه دي يتغير لونها على حسب عرض الشاشه. يبقى انا دلوقتي محتاج اشاور على عرض الشاشه. طيب انا هروح في السي اس اس
وهقول له at media من width. طول ما عرض الشاشة لا يقل عن 500، يعني 500 فما فوق بيكسل، background dash color equal red. background تنتمي للبادي، فانا محتاج اقول له body، وافتح الكيرل براكتس هنا واخلي المعلومة دي جوه البادي. الباك جراوند واحدة من الاتريبيوتس، واحدة من الخصائص بالبادي، فلازم تكون جوه البادي، ما تبقاش جوه الميديا مباشرة يعني بالشكل ده. تعالوا بقى نغير لون الخط ده ونخليه بلاك، حاجة ينفع تظهر في الحالتين يعني. طيب، يبقى طول ما الشاشة عرضها أكتر من 500 هتاخد لون 500 فما فوق يعني. طيب عايز اقول له بقى لا، طب لما تقل اديها اخضر. يبقى بنفس الطريقة اقدر اقول له add media max width، طول ما الشاشة 499 او اقل بيكسل. ممكن اخد نفس الكود اللي في البادي هنا، كنترول سي، سوري كنترول سي كنترول في، واقفل الميديا واقول له يبقى في الحاله دي خليها جرين بالشكل ده. بادي، وادي القفله بتاع بادي، من نسينا نفتح كل براكتس بعد ميديا. طيب كنترول سي كنترول اس عشان احفظ، ريفرش وهكذا. طيب تعالوا نعمل باراجراف ثالث. انا هروح هنا ل ار دي، هعمل باراجراف وهكتب سم راندوم تكست اي حاجه مش فارق يعني. طيب عايز اقول له الباراجراف ده ما يطلعش في الطباعه. ات ميديا برنت، اذا كان نوع العرض بتاعك، نوع الديسبلاي، نوع الميديا برنت، في الحالة دي display none. بس display none مين؟ يعني display none دي لازم يعني media print الحالة display none يعني ما تعرضش. طب ما عرضش مين؟ هقول له ما تعرضش التكست اللي اسمه dot nice، اي حاجة ده مجرد اسم. ايه بقى موضوع nice اللي انا كتبته ده؟ طبعا دلوقتي مفيش حاجة هتحصل. انا دلوقتي عملت ايه؟ دلوقتي بقول له لما اجي اطبع هتلاقي في حاجه في صفحه ال HTML اسمها نايس، ما تعرضهاش في الطباعه. طبعا دلوقتي حتى هذه اللحظه يعني لو عملنا برنت كله بيتبع ويلكم ذيس تيست بيج سام راندوم تكست. فانا محتاج اقول له هنا ان نايس دي بتشاور على التكست ده. طيب مبدئيا انا عندي طريقتين بستخدمهم في السي اس اس عشان اشاور على عنصر. طريقه اسمها كلاس، وهي اي حاجه بحط قبلها دوت، ودي ميزتها ان ينفع استخدمها اكتر من مره. يعني انا ينفع الباراجراف ده اقول الباراجراف ده ينتمي للكلاس اللي اسمه نايس. راح فين؟ اختفى، هو موجود، موجود على الشاشه، لكن طالما بينتمي للكلاس اللي اسمه نايس مش هينفع يطبع. يبقى اي حاجه بتبدا بدوت جوه السي اس اس كلاس، الكلاس ينفع استخدمه علشان احدد جزء من الصفحه دي. فكره الميديا، طبعا الميديا ليها استخدامات كتيره جدا علشان تشاور على عنصر محدد، علشان تشاور على مكان معين، علشان تشاور على يعني على سبيل المثال انا ممكن استخدم الميديا دي عشان اغير العنوان، يعني العنوان اللي هو ويلكم تو ذا ويب سايت ممكن اخليها لو على الموبايل تظهر ويلكم بس بدل ويلكم تو ذا ويب سايت. طب تعالوا نعملها. انا هفضي اتش 1 ده خالص بالشكل ده، يعني اتش 1 فاضي، مفيش اصلا اتش 1. واجي في السي اس اس اقول له ات، خلينا في نفس التو ميديا اللي احنا كاتبينهم، لو الشاشه اكبر من 500 واقل من 500
انا جوه الميديا اهو قبل الكلوز براكس بتاعها، وهقول له h1 دوت دوت before h1 كولون كولون عشان اشاور على element. يعني بقول له ايه؟ بقول له اذا كانت الشاشه اكبر من 500 فما فوق روح ل h1 وافتح بقى قوس، وخلي الكونتنت بتاعه Welcome to my website. طب نجرب كده، طول ما الشاشة أكبر من 500 الكلام ظهر. طيب يبقى هاخد نفس ال H1 before كولون كولون before ده كنترول C وأحطه في الميديا لما كان أقل من 500 وأخليها Welcome بس. لا تاني، دي مقدمة، يعني أنا بس بحاول أوضح هو إحنا ممكن نخلي الويب سايت بتاعي ريسبونسيف إزاي. طيب تاني طريقة ممكن أستخدمها هي الفليكس بوكس. الفليكس بوكس ده تول بيلت إن، يعني ده موجود أصلا جوه السي إس إس، أنت بس مطلوب منك تشاور عليه وتستخدمه. طيب أنا هعمل كلاس، وليكن الكلاس ده أسميه إتس فليكس أي حاجة. يبقى اي حاجه جوه ال HTML اقول ان الكلاس بتاعه اتس فليكس هينطبق عليها شروط. الشروط دي بتقول ايه؟ بتقول ان الديسبلاي فليكس، وهنشوف يعني ايه فليكس دلوقتي. واخلي الفليكس راب ان الكلام يلف جوه المكان لما المكان يصغر فليكس راب. وهرجع جوه البادي تاج هعمل ديفيجن. ديفيجن HTML تاج بستخدمها عشان اعمل احدد جزء من الصفحة. الديفيجن ده هينتمي للكلاس اللي احنا عملناها اللي سميناها اتس فليكس بالشكل ده. الديفيجن ده جواه اكتر من ديفيجن، تعالوا نغير الترقيم علشان تبان انها مختلفة. يبقى 1 2 7 8. تعالوا نشوف شكلها. كنترول اس. لغاية دلوقتي انا مش شايف اي حاجة، هو عدد الكلام جنب بعضه 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب هو مبدئيا هو فعلا فليكس، يعني شوفوا لما كانت صفحة كبيرة خدهم في 7، كل ما قرب بيصغر بالشكل ده. طيب تعالوا بقى لا نحدد شكل كل واحد فيهم، يعني خلي كل واحد فيهم يظهر جوه مربع عشان يبان اكتر الفليكس. فانا هاجي جوه الاتس فليكس اللي احنا عملناه ده هقول له اي ديف موجوده جوه الاتس فليكس طبق عليها شويه الشروط دول. ايه الشروط دي؟ ان اخلي الباك جراوند كلر يلو، ان اخلي الويدث بتاعها ثابت 200 بكسل، ان اخلي الفونت عشرين بيكسل. طيب نجرب كده كنترول اس. حلو كويس، بس تعالوا كمان نضيف هايت، هنخلي الهايت 50 بيكسل. طيب عايزين نبعد المربعات دي عن بعض. طيب بس نكبر كمان الهايت شوية. طيب انا عندي حاجتين بستخدمهم عشان ابعد الاشكال عن بعضها. عندي حاجة اسمها مارجن، وده شكلها كده. ولو عايز ابعد الكلام عن بداية الشكل فعندي حاجة اسمها بادنج بالشكل ده. طيب دلوقتي المربعات اللي هنا دي ريسبونسيف زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نزود عددهم شويه. هنا 4، اول ما سيبوا شويه بقوا 3، اول ما سيبوا شويه بقوا 2، بعدين بقيت 1. يبقى الفليكس او الفليكس بوكس بيلت ان في
سي اس اس، وهي لوحدها بتخلي المحتوى بتاع الصفحه تلقائيا يعدل نفسه علشان يكون مناسب للشاشه. طبعا بتحافظ على الترتيب زي ما انتم شايفين 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. طيب تعالوا نشوف الجريدز ممكن نستخدمها ازاي. بنفس الطريقه انا هعمل هنا اوبجكت كلاس وليكن اسميه جريد، وزي ما عملت في الفليكس بوكس، يعني في الفليكس بوكس عملنا الديسبلاي فليكس، هنا هنعمل الديسبلاي جريد. وزي ما انتم شايفين مفيش قيود، الكلمه رغم ان هي ريزيرفد رغم ان هي محفوظه جوه السي اس اس اللي ينفع استخدمها ككلاس، يعني كان ينفع الكلاس ده يكون فليكس عادي. طيب ديسبلاي جريد، تعالوا ناخد حتى نفس الاعدادات بتاعت الفليكس. احنا مش محتاجين هنا غير الباك جراوند كلر والبادنج، فانا هشيل الباقي ده. الويدث هنحطه جوه حاجه اسمها جريد تمبلت كولمز، وانا ببدا احدد الكولمز اللي انا عايزها وهل هي عايزها ثابته ولا بتتغير. يعني لو الصفحه بتاعتي عايزها اقسمها اربعه، اول واحد 100 ثابت، واللي بعديه 100 ثابت، والثالث والرابع اوتو، يعني بيغيروا حجمهم تلقائيا حسب الشاشه. هعمل كلاس تاني خالص اسميها جريد ايتم، وهقول له بس ان هديها كلر او باك جراوند كلر وايت. دي عمليه تنظيميه اللي انا الانتر اللي انا بعملها دي. طيب انا هنا هعمل ديف الديف ده ينتمي للكلاس اللي اسمها جريد، يعني محتوياته هتعرض في اربع اعمده، الاولاني 100 والتاني 100 والتالت 100 والتالت والرابع اوتو. هقفل الديف دي 1 2 3 4 5 6 مش باينين، تعالوا نعمل 2 تاني 7 و 8 كنترول سي كنترول في، وتعالوا نعمل بعديهم خالص باراجراف او حتى نعمل بي ار عشان يعمل لنا سطر فاضي 7 8. احنا مقسمينهم 4 4 بالشكل ده، الاول والتاني ثابتين، التالت والرابع بيصغروا اول ما بصغر بالشكل ده زي ما انتم شايفين حجمهم بيختلف. طيب المربعات دي شكلها مش حلو، عايز اعمل لها هي حدود وعايز اخلي في مسافه ما بين كل واحد والتاني. فعندي من الار اس اس كلاس اللي اسمه جريد هقدر اقول له كولم جاب وليكن نخليها 15 بكسل، رو جاب جريد رو جاب نخليها برضو 15 بيكسل، دي هنا برضو جريد كولم جاب جريد، يعني هما بيبعدوا عن بعض بس انا مش شايف ان هما بيبعدوا عن بعض، فانا محتاج اديله معلومة تاني. فتعالوا نخلي الايتم نفسه ليه بادنج، الباك جراوند كلر انا حاسس ان هي ما اشتغلتش. كده البادنج حصل بس الباك جراوند كلر بتاع الديف ما اشتغلش. بصوا باك جراوند كلر في كولن زياده، تمام كده كده شكلها اشيك. طبعا بصوا بقى هيحصل ايه لاربعة وثلاثة وانا بصغر، طيب اخر حاجه الفيو بورت، والفيو بورت هي برضه بيلت ان كلاس في السي اس اس، وتلاقيها مكتوبه في اول صفحه او اول سطر في الهيدر بتاع اغلب صفحات الاتش تي ام ال. هو في حالتنا دي مش هيفرق حاجه، لكن هو عموما الميتا داتا بتخلي الاتش تي ام ال يبتدي يفهم ان العرض اللي هو مقيد بيه هو عرض الجهاز ويدث الديفايس، العرض هو عرض الجهاز، وانه بيظبط نفسه بنسبه واحد الى واحد، يعني هو
كأني بقول الملف ال HTML من غير انا ما اديك فليكس، ومن غير ما انا اديك جريد، ومن غير ما انا اديك ميديا كويري، حاول تظبط المحتوى بحيث يناسب 100% من الديفايس ويدث. زي ما اتفقنا، دي مقدمة سريعة عن المفهوم بتاع الريسبونسيف ديزاين، وازاي الويب سايت بيتغير شكله علشان يناسب الديفايس. ازاي يبقى عندي على سبيل المثال الموظفين جنب بعض على اللابتوب، لكن لما بفتح نفس الويب سايت من على الموبايل بيبقوا تحت بعض فليكس بوكس. طيب انا خلصت شغل، محتاج ارفع الملفات بتاعتي على الريبوزيتوري على جيت هاب، فبعمل جيت اد ار دي دوت اتش تي ام ال، برفع او بحدد الملفين اللي حصل فيهم تغيير اللي هم جيت اد وجيت اد دوت سي اس اس. كده اقدر اعمل كومنت، اقدر اعمل نسخه داش ام عشان احط عليها ملحوظه، وهسمي الملحوظه دي ريسبونسيف ديزاين ليكتشر. جيت كومنت، معلش، جيت. كده الملفين اتضافوا، 113 انسرشن، في ملفين بالكامل اتغيروا. طبعا لو عملت ريفريش مش هظهروا هنا، لازم اعمل جيت بوش. خد بقى الملفات دي ارفعهم على الريبوزيتوري بالشكل ده، طيب. يا ترى لو رحت لليو ار ال اللي احنا عملناه قبل كده اللي من السيتنجز، فاكرين لما رحنا السيتنجز عملنا يو ار ال للريبوزيتوري اللي هو من جيت هاب بيجز اللي بيديني ايرور، وكتبت المره دي اسم الملف اللي هو rd.html، هل هيظهر؟ ده الملف اللي احنا عملناه النهارده، وزي ما انتم شايفين بيشتغل ريسبونسيف. الملف دلوقتي موجود على الويب، يعني تقدر تعمل له اكسس، ودي واحده من مميزات الجيت هاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.